نظمت مؤسسة حياة كريمة بالغربية بالتعاون مع جامعة طنطا واللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء قافلة تنموية شاملة بإحدى قرى بمركز كفر الزيات لدعم حياة كريمة. وشهدت القافلة الكشف الطبي على 1547 مواطنا ومحو أميات 24 مواطنا وزراعة 50 شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة. وأكد الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا حرص الجامعة على توجيه القوافل الطبية الشاملة إلى مختلف القرى والمراكز بمحافظة الغربية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف الدواء بالمجان بالقرى الأكثر احتياجا، وذلك في ضوء المسؤولية المجتمعية للجامعة وتنفيذ خطتها التي من أهم أولوياتها تحسين مؤشرات الخدمة الطبية وتقديم خدمة علاجية متميزة بالأماكن الأكثر احتياجا.